اكتر حاجة العيلة بتتفق عليها هي لمة المشاوي، وعشان يطلع شوي مثالي اتبع النصايح دي. تبلت الكباب 2 معلقة خل، 3 معالق زيت زيتون، ربع كوب ماء بصل، ربع كوب عصير طماطم، فلفل ومعلقة سكر. بتحافظ على لون اللحمة وبتساعد في التسوية السريعة. يفضل نتبلها قبلها ب4 ساعات أو بيوم عشان تطري اللحمة وتاخد من طعم التتبيلة. ونبعد عن استخدام شوائب البصل لأنها هتتحرق وهتمرر معايا طعم البصلة. تتبيلة الفراخ 3 معالق زبادي، 2 معلقة دبس رمان، 2 معلقة زيت زيتون وليمون وزعتر وبهارات وفلفل وملح، وربع كوب ماء بصل، ربع كوب عصير طماطم. دايما نقطعها متوسطة الحجم عشان تستوي معانا بسرعة. والتتبيلة دي هتطري معايا الفراخ وهتديها طعم حلو. لتتبيلة الكفتة بهارات وفلفل وملح، ويكون فيها نسبة دهون حوالي 20%، وما نحطش فيها اي سوائل زي البصل والطماطم عشان هيخليها تفك معانا من على السيخ. دايما نسيب مسافة ما بين الفحم والسيخ حوالي 10 سنتي علشان اللحمة ما تتحرقش وتستوي براحتها. وبكده نكون عملنا شوي مثالي يتلم عليه العيلة.